ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، بداية مرحبا بكم. أشواق الجاف يعني تحدثت، وهي القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدثت عن أن الأحزاب الكردية هي من ستختار وزراءها في حكومة عبد المهدي. إلى أي مدى ذلك يعني أن عبد المهدي لا يختار وزراءه؟ يعني احنا من اليوم الاول تحدثنا بهذا الموضوع وقلنا انه لا يمكن لعادل عبد المهدي ان يختار وزراءه بملء ارادته بعيدا عن تدخلات القوى النافذه في البرلمان وفي الانتخابات التي فازت في الانتخابات الاخيره. وبالتالي الخروج من دائره المحاصصه ودائره المحاصصه السياسيه والحزبيه والفئويه كل أشكال المحاصصة لم يعد ممكنا في العراق. والدليل على ذلك أنه خلال 15 عاما ترسخ هذا النظام، نظام المحاصصة وتوزيع الحصص والوزارات، بدءا من الوزير وصولا لنا حتى أبسط موظف. يعني هي مسألة نسب. والمؤسف أن يعني هناك إشارة للحفاظ على التوازن ما بين المكونات في الدستور، وهم يتكئوا على دستور أعرج قابل للتأويل وقابل يعني إحداث تشويه عميق في الحياة السياسية في العراق. كيف تنظر إلى موقف عادل عبد المهدي، لا سيما وأن المهلة المحددة له يعني قاربت على الانتهاء؟ هم عودونا أنه في الدقيقة الأخيرة يذهبوا إلى السباق لينتجوا حكومة عرجاء يعني وفق نفس الآليات، سيشكل عبد المهدي حكومة ناقصة مجموعة وزارات سيادية، وسيبدأ التفاوض مجددا على حكومات سيادية وتثبيت وزراء. يعني قد يذهب إلى تشكيل حكومة ناقصة على الأقل ربع أعضاء. إلى أي مدى تعتقد أن الأحزاب والكتل يعني تريد إضاعة الوقت أو تسعى لإضاعة الوقت للعودة إلى المربع الأول؟ بالحقيقة المتضرر هو يحاول أن يعرقل. استمعت قبل قليل بالتقرير أن هناك سلسلة قرارات أصدرها لعبادي يعني بتعيينات متعددة في مواقع متعددة. نعم. وأنا أعتقد أنه حكومة تصريف الأعمال هي ليست من شأنها أن تصدر تعيينات مهمة، يعني هذا متعارف عليه ومنصوص عليه في قرارات. أما عندما يكون هناك حكومة تصريف أعمال فلا يحق لها اتخاذ قرارات رئيسية. أما وأن اتخذت مجموعة من القرارات عبرت عن استياء السيد عبد المهدي، أنا أعتقد أنه في البرلمان ستتم المماحكة لتمرير بعض القرارات اللي حشد يعني محاصصة لهذا الطرف ولذاك الطرف. يعني ستمرر كل المسائل في العراق. العراق من الصعب عليه أن يخرج من دائرة المحاصصة، لأنه لا القانون يسمح بذلك ولا المكونات التي استفادت من هذه المكاسب الطويلة تسمح بذلك. هو المتضرر الأول والأخير هو شعب العراق في المحصلة النهائية. طيب ماذا عن الموقف الأمريكي؟ إلى أي مدى ترى أنه يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة لإنقاذ عبد المهدي من هذا السيناريو لكسب أرض إن صح التعبير على حساب إيران؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تكذب في كل شيء. الولايات المتحدة يهمها البروسيس أكثر من مضمونه. المهم أن تمشي العملية السياسية، أن تسير المسألة الديمقراطية، هذا ما يتحدث عنه الأمريكان. والنتائج لا غير معنيين بالنتائج. النتائج الأساسية يا أخي الكريم اللي ثبتها هم الأمريكان، هم من ثبت معادلة التوازن القلق على أسس العرق والمذهب والدين. الولايات المتحدة الأمريكية هي من صاغت النظام السياسي، ولا يعنيها أين سيصل العراق. هناك دول أهم من العراق في تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنت ترى ماذا تفعل فيها. فلا أحد يعول على الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا رغبت في مواجهة إيران، فإيران قريبة. يعني إيران ذاك البحر وذاك النفط، وإحنا
على موعد في 4/11 مع الإجراءات الأمريكية. أمريكا ستفشل في مواجهة إيران، أمريكا غير جادة لأنها تريد الآخرين أن يواجهوا إيران نيابة عنها. أمريكا تتخبط، تعاقب يعني أصدقائها وحلفائها قبل أن تعاقب حتى الإيرانيين. أنا أعتقد أنه الأمريكان في العراق يعني لم يعد لديهم اليد الطولة. إلى أي مدى تعتقد أن المحاصصة التي لطالما استبعدها عبد المهدي يمكن أن تكون هي يعني طوق النجاة له؟ أنا المسألة ليست مسألة عبد المهدي يا أخي الكريم، حتى لو رغب وصدقت النوايا في أن يتجاوز نظام المحاصصة، فالآليات الدستورية والقانونية والبرلمان وكل المنظومة السياسية لن تسمح لأحد بتجاوز هذه المحاصصة، لن تسمح لأحد. حتى تتجاوز هذه المحاصصة أنت بحاجة إلى مواجهات طاحنة في الشارع، بمعنى يخرج العراقيون ليرفضوا كل النظام السياسي برمته ويتعاقدوا مجددا على نظام سياسي مختلف، يسقط المذهبية السياسية، يسقط تدخل الدين في السياسة، يسقط تدخل الأحزاب الإسلامية، يكف يد المرجعيات الدينية. قبل ذلك كل هذا عبث. الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا لك.